ناطرة حدا؟ ايه ناطرة علا يلي حكيت لك عنها. وعلا بتخوفك كل هالقد يعني لحتى ما يترعبي؟ بس علا؟ ايه اكيد. أي الأستاذ فادي بظن كان في بيناتكم نوعين. زين. زين. سلم عليها. شو ما بدك تسلمي عليه؟ روح حبيبي روح. لينا، ما خلصنا من هالقصة بقى؟ شو صار لنا ساعة عم نحكي؟ انت مانك طبيعية؟ انا كنت خايفة عليكي تخرب ببيتك وبس. ما خصك فرح. المهم هلأ بس ارجع من سفرتي بدك تجيبي لي شادي يرجع يبقى عندي. حبيب قلبي حرام بعد صغير على الجاردوري، بعدين انا بتسلى فيه. خلص ماما أنا هيك مرتاحة. بعدين أنت مسافرة شو كنت عملت؟ كانت أختي بتهتم فيه. أكيد. ميرسي حبيبي. بس هيك أريح لي. دايما. خبرتي أختك إنك رح تشتغلي عند عامر وكريم؟ شو؟ نور لاقي حيالها شغل تاني غير هذا الشغل. ليه شو بو؟ دفعوا له معاش كتير منيح. بدك اياها تشتغل مع كريم يعني؟ ايه شو بو كريم؟ شو بو كريم؟ كل بنت بتفوت لعنده على الشركه بيطلع عليها صيت. نور انا بلاقي لك شغل تاني. ميرسي حبيبتي. بس بفتكر ما خصك. كل القصة إنه أنا كنت مشتاقة لرفقاتي بالجامعة. عمر أنا ما كنت بدي أقعد مع فادي لحالي، علا كانت جاي. اسمعي. أنا منزل لك أبليكيشن على موبايلك، أي شيء بدك تبيه تبعتي بيوصلك، بيوصلني بنفس الثانية. أوعك تشيلي، ممنوع تشيلي. عم تتجسس علي؟ أنا بكره الصبح عندي شغل كثير بكير. خليكي انتي نايمة، انا رح اخذ كنان واصله.
قلك انها عملت فيه ايه؟ ايوه امتى اخر مهلي حتى ارد لكم فيها خبر؟ لا انا تقريبا هخلص تشطيب المشروع هون. ايه صرت على الاخر. هو هيك ماشي ماشي. بنضلنا على تواصل، مع السلامة، الله معك، مع السلامة. شو في؟ هذه شركة بدبي بدها ياني استلم مشروع كثير كبير هونيك، مول. رح تاخده؟ ما بعرف. الو ايه كيف فرح ماشي الحال؟ كيف الشغل؟ هاي قريعة معك. ايه ليكي بدي اقول لك شو هلا. صحيح انا يعني تقلت عليكي شوي وعم بطلب منك مصاري، بس انا ما يعني لمين بدي اقول؟ ما فيش غير انت. بدك شوف كيف تزبطيني. بدي شي 2000 3000 دولار. شو ما معك يا عمي؟ معك انت، معك بتزبطيها. بدي مصاري زبطيهم كيف ما عملتي. يلا عم بستنى تلفنيني مشان تقولي لي انه زبطت لك المصاري. اوكي يلا باي. عم ندور بنفس الدائره، بتحس انه الادله كامله وممكن توصلنا للقتل، بس ما عم نوصل لشيء. هي المشكله بترجع لاساس القضيه كلها على بعضها. انا بنيت فرضيه على اساس انه هذه جريمه عاطفيه والمتهمين فيها اثنين، سامي ولينا. بعدين بناء على بعض الأدلة من هون ومن هون وسعنا البيكار، صار في عندك فؤاد وكريم، بس ما جبنا سيرة عامر الباشا. عامر الباشا عنده شبكة علاقات كتير كبيرة وأسماء كتير كبيرة، ما بظن نقدر نجيبها على مكتبة، هن بياخدونا على مكتبة. هلأ نحن الأكيدين منه أنه فرح حبيب تخدرت، انسحبت من السيارة، اتاخدت على مكان تاني، تقوصت واندفنت. ليه؟ تشتيت انتباه، ما في اي دافع تاني. لا في مجال يكون في احتمال تاني بلا انه فرح فتحت عيونها شافت القتل ام قوصها. ممكن جدا، بس هيدا احتمال منه مبني على اي دليل. يا سيدنا بالاحتمالين الدافع واحد، هن بيعرفوه وهو بيعرفون، يعني من الدائرة الصغيرة تبع عامر وفرح. شفت رجعنا للدائرة، رجعت هلأ لسامي ولينا وكريم ونور. نور؟ اي نور، ليش لا؟ خير ان شاء الله، مش عاملين شيء؟ معنا امر بتفتيش البيت. مشان شو؟ في اخباريه انك بتشرب الحشيش. حشيش؟ شو حشيش ما حشيش؟ سيدنا لاين هاو كوكايين؟ هاي دول مش لإلي. في شيء غلط بالموضوع. انا لا بتاجر ولا بتعاطى. هلا هونيك بتحكي لنا هالشيء، جيبوها. أنا لا بتعاطى ولا ببيع ولا شيء، يعني في شو أعمالك؟ في شيء غلط بالموضوع. سيدنا ما دخلني، مش لإلي هو. لكن لمين؟ شو بعرفني يعني إنه أنا ليه بدي أحط كوكايين ببيتي؟ شو مجنون؟ هذا اللي رح يعرفوه بعد شوي الشباب منك. سيدنا يرضى عليك، يعني صحيح انا مش كلجي وعندي قصص بس انا ما بتعاطى. ايه بنعرف. هيدي كميه تجار مش تعاطي، يعني رح تقعد عندنا 5 سنين منهم باستضافتنا اذا مش اكثر. سيدنا الله يوفقك، يعني هذا في واحد اسمه جمال ممكن هو اللي قاعد عامل هالقصه كلها. مين جمال؟ واحد هيدا بيضلوا يقضي النهار قدام بيتي قاعد، يعني حسني لوجه الله، يعني واخر فتره كان مزعوج مني انه كان بده مصاري وانا ما اعطيته، وقال بده يتجوز والهيئه بده يورطني، وهيدا عن جد يعني ابن حرام. والله انت مجنون، حدا بحط طحين ببيته؟ هالمره تشفع لك السيد عامر باشا، المره الجايه اعدام. فهمين ولا طلع بيتك؟ طلع. ألو كيفك؟ تمام منيح تمام.
أنا ببيروت وبدي أشوفك. إيه طبعاً أكيد. وين ما بدك وإمتى بتحب. عامل باشا. مرحبا، كيفك؟ تفضل. بقدر اشوف موبايلك لو سمحت؟ ايه طبعا. بس انت بتعرف انا مين مزبوط؟ اكيد. بتحط لي اياه على الايربلين مود، بدي اعزبك. استاذ بعت لك معي كلمتين. وهيدا بالظرف في صورة لحدا لازم يموت. عن إذنك. شو بك جاد؟ شو صاير معك؟ بتعرفي شو؟ بدي ارجع حقق مع الكل واحد واحد، كأنه الحادث صار امبارح. تخيلي ناجي بده يسكر الملف. كيف يعني بده يسكر الملف؟ هيك بده يروح تعبكم على الفاضي؟ ايه سيدنا. اها هيدا خبر حلو. يلا على السريع سيدنا، مسافة الطريق. باي باي. شو في؟ اجى تقرير المختبر الجنائي. سيارة عامر قتل رصاصة يوم الحادث. ولا هلأ اللي عرفته؟ نور بليز بتجي لعندي شوي. بدي هيك تعرف انك غالي على قلبي كتير، وأنا مصر إنه علاقتنا ما تنتزع، لأنه اللي بيناتنا أهم من كل شيء بالنسبة لي. أكيد أكيد. وبدي تعرفي كمان إنه أنا بفكر فيك كتير وبينشغل بالي عليك. بدي أعرف بس هيك إذا فكرتي شو حابة تعني بالمصريات. بعد إذا بدك رأيي، أنا هون صعب كتير تقدر تشتغلي فيهم برياحتك، خاصة بهالظروف اللي عم نمرق فيها. يعني دغري بتفتح العيون عليكي. شو رأيك تستثمريهم برا بشي مشروع يجيب لك مصاري؟ فكرة. حاضر. يعني سوبر ماركت، يمكن تربط بنزين كمان منيحة، تشتري بيوت، عقارات، حيالله شيء أراضي. ما بيكفوا المصاري؟ لهلا ما بيكفوا، بس لقدام رح يجيك أضعاف أضعافهم. أهم شيء تضلك تفهم علي وتوثقي فيي. أكيد أكيد. الإزاز كان مطحون طحن.
بس شبابنا قبضيات بلاش بخاطرك قدروا يعرفوا وين مطرح الرصاصة. نفس عيار الطلقة اللي قتلت فرح، مضروبة من برا لجوا. يعني اللي قوص على السيارة هو زيته يلي قتل فرح. 100% قوص فرح لأنه شفته. ليش ما كفى عامر؟ بجوز فكروا ميت؟ لا لا ما بتزبط، أكيد بين عليه إنه بعده عايش. هذا بيعني إنه موت عامر منه أولوية بالنسبة للقاتل. القاتل كان في براسه شيء تاني. ترك عامر وقتل فرح بكل دم بارد. لينا؟ لينا ما رح تقدر تسحب فرح لوحدة من السيارة وتاخذها وتقوصها وتدفنها. لينا وسامي. ألو؟ أهلين سامي. أنت منيحة؟ إيه أنا ممتازة. دقوليك أنت شي من مكتب الأمن العام؟ إيه دقولي قالوا لي إنه مر لعندهم، عندهم كم سؤال. ما بعرف أنت حاكوك؟ إيه حكيوني. بدوني أنزل عندهم بكرة. عائلتك عرفوا شي جديد؟ أنا لازم سكر. ماشي، طيب احكيني من عندهم بس تطلعي ماشي؟ إيه أكيد أوكي. يلا باي باي. هاي اهلين طلال، تفضل. مرحبا. الا مرحبا. كيف الشاب الحلو؟ لك لا بدك تسلم علي؟ تو سلم علي اول شيء. تعال سلم. يلا يلا قول له اهلين. يلا اهلا اهلا بالشاب الحلو. هو لك هدايات اوكي؟ ايه بدك تفتحهم هلا؟ ايه بنفتحهم بعد شوي. يلا بنفتحهم. قول له ميرسي لعمو. قول له ميرسي لعمو. خلص شايف الكابويات؟ ما في ميرسي ما في شيء. تفضل. هلا منشوف قديش بدنا نعملهم بسرعه. مين بده يربح؟ لحظه، مين بده يربح؟ انا وانت. برافو. يلا حط. انا بدي اربح. يلا يلا يلا. انا بس رح ساعدك، بتقول لمامي رح ساعدك. شو ما تقول؟ يلا امشي فوت لجوا. تعال يلا. عنا وحده. فوت لجوا وحده بس. عنا يلا وحده. هو حطه. ما تطلعي ما تطلعي. تعال تعال تعال. يلا هيدا بدنا نعمل. عندنا شيء بدنا نعمله. تعال. ها؟ انا 10 دقائق اجي. اوكي اوكي. تعال. شوف هي. شوف هي رح نلعب فيها جوا. يلا يلا. اوه سوبر بوي. خلص رح اترك لك اني هون. اوكي. يلا تعال. بوني. سعيدة. أهلا. في يفوت ولا ممنوع؟ طب شو أخبارك؟ منيحة تمام. تطلعي نتعشى سوا؟ ليه؟ هيك قصدي إنه منطلع نتعشى سوا، منغير جو وبنحكي. تفضل احكي هون، أنا ما رح أقدر أظهر لمحل. ما اشتقتي لي؟ بلا كتير كتير اشتقت لك. أنا كتير بحب اشتاق للرجال المجوزة. شو يعني؟ وإذا تجوزت ما تغير شي بعدني أنا مثل ما أنا. بس بالنسبة لي تغير كتير. أنت شو نور فكرتيني أنا واحد مجنون لحتى هيك أخذ قرار وأتجوز فجأة من دون ما أكون عم فكر؟ وخاصة انك بتعرفي انت شو بتعني لي، بتعرفي انت شو بالنسبه لإلي. بس اخذته ومش الحال. طبعا لاني مجبور، لانه في اشياء بالحياه بنعملها ومش دايما بنقدر نواجهها.
نور أنا تجوزت غصب عني. في عندي أسباب خاصة اللي ما فيي أشرح. أسبابي اللي ممنوع أشرح. أنا بدي نام. بونوي. بونوي. بس تأكدي إني دايماً رح كون موجود حدك. لأنك بتعني لي كتير بأنك غالي على قلبي كتير. بس تعوزيني رح تلاقيني. باي. بسم الله عليك شو مالهم؟ بلكي ببقى بجيب ريم على بيروت هيك بيلعبوا ويتسلوا سوا. اي اكيد. اليوم حكيت مع المحامي مشان وراء الطلاق. فقال لي انه بدها تاخذ شوية وقت. ولازم اعمل تقارير طبية عن حالة عامر. ما بعرف بس بالنهاية القاضي رح يحكم لي إلي. ما بعرف. ما بعرف ليش عم اقول لك هيك شيء. لان بهمني اسمعه. او لانك حاسه بهيدا الشيء. كثير. ما بدك تقولي شيء؟ انا كمان عم حس بشغلات بس شو؟ ما بعرف. عم حس بمشاعر بسرعة وما بعرف إذا هذا الشيء صح أو غلط. بالمشاعر ما في صح وما في غلط. إيه بس قصدي إنه المشاعر اللي بتجي بسرعة بتروح بسرعة مو؟ مش ضروري. انت هلا عم تشغلي عقلك اكثر من قلبك. اتركي قلبك هو يمشيك. انا حاسه اني ما عم شغل عقلي ابدا. انت وفرح كيف حبيتوا بعض؟ شو ملاحظه انه دائما عم تساليني عنه؟ في مجال ما بقى نجيب سيرتها بليز. بلا معك حق. شو رأيك نسمع موسيقى او نحضر شي فيلم مثلا؟ خبرني المحامي انك رفعتي دعوى طلاق. اي مزبوط. انت متاكده من قرارك؟ اي متاكده. واذا عامر فاق مش ممكن يتغير شيء؟ لا ما رح يتغير ولا شيء، هيك احسن. يمكن الك بس اكيد مش احسن لابنك. ماما هذا الشيء كان لازم يصير من زمان. أنا الحق علي تأخرت. كان لازم أتطلق أنا وعامر من 3 سنين. سامي له علاقة بقرارك؟ لا سامي ما دخله. أصلاً إلي زمان ما تواصلت معه. ما بعرف شو بدي أقول لك.
المشكلة إني حاطة حالي مطرحك وفهماني كل شيء عم بتحسيه، مش لايمتك على شيء أبداً. بس إذا بتقدري تنتظري شوي منشان هالولد بيكون كتر خيرك. ما بتقدري؟ ما فيني لومك. لا ماما خلاص، أنا قررت وما لي رح أتراجع أبداً. ألو، شفت الصورة؟ شفتها وبدي شوية وقت. ولو عامر الباشا بده شوية وقت. ايه بدي شوية وقت، مو هاي المرة، هاي المرة بدي فيها شوية وقت، ما فيني هيك بسرعة. على كل حال الصورة فيها اثنين وفيك تختار. فرح على ضمانتي على مسؤوليتي. هالمرة شافت شيء ما لازم تشوفه، وبشغلنا هي غلطة ما لها حل. وطبعا كنت بتمنى اسمع الخبر منك. انا ما خبرت لانه كل شيء تحت السيطرة، ما في قلق من شيء، كل شيء تحت السيطرة. واضح انه انت فقدت السيطرة هالمرة، لأنه هالمرة راحت تاني نهار على المخفر وبعدها لهلأ عايش أسبوع. إذا ما سمعت خبر منك راح تسمع أنت فيه. صندوق السيارة ليه؟ طب أعمل لك شيء مد إيده عليك؟ يا ريت، كأنه ما صار شيء ولا شيء. وينه هلا؟ بالمكتب. طب حبيبي أنا بكرة بحكيك بركي منشوف بعض. باي. رجعت عملت شي بمشروع دبي؟ بعدني عم فكر. بعدين مش مستعجلين على جوابي، يعني في عنا وقت. أنا من زمان عم قلك إنه لازم أروح لهونيك. كل شي أحسن هونيك، حتى المعاشات أحسن. وأنا بلاقي شغل يا بالرقص يا بالصحافة، ما بعرف حالة شي. بالنسبة لي الموضوع ما بده وقت ابدا، يعني فينا نضب اغراضنا ونمشي بعد جمعة. حياتي رؤية رؤية. القصة مش مثل ما انت فاكرة. القصة بدها تفكير. يعني نحن مش مستعجلين. انه هيك عندي مشروع بتركه بفل. لازم تفكر بمصلحتك. إذا خايف على المشروع ما تعطي الهم، بيلاقوا حدا غيرك. يا قلبي في أصول الواحد لحتى يترك شغل مع حدا غريب. كيف إذا هالحدا قريب مثل عامر؟ بتعرف شو يعني عامر؟ عامر خيي، شو بتركه هيك وفل؟ ؟
كنان بده اياك تحكي له حكايه قبل ما ينام. سامي ومن دخن سيجارة. كيف وصلنا لهون؟ كل الناس بتوصل نفس المطرح، بس في ناس بتستمر وفي ناس بتبقى محلها. ونحن احنا ما بعرف، عن جد ما بعرف. شو وضعه أبو سامر؟ ما بيعرف شيء. توقعت أنا. كيف الشغل؟ الشغل كتير منيح. قربت خلص المشروع. أفكر من بعدها لقيت شي سفرة. سفرة على طول ولا؟ لا لا على طول. حتى أفكر أعرض البيت للبيع. ليش لحتى تبيعه؟ خليه بتروح بترجع عليه. لا لا الأحسن نبيعه. أنا ذكرياتي فيه صارت كتير تقيلة علي. يا ريت لو الواحد بيقدر ياخد حبة وينسى كل شي بلحظة، كانت انحلت كل القصة. عم بتشوفيه لطلال؟ ايه عم شوف. في حدا غيري بيعرف؟ ما عاد فرقت معي. أنا حكيت المحامي وعم يمشي بإجراءات الطلاق. كتير مستعجلة. طلاقي من عمر ما له علاقة بطلال. يمكن وجود طلال عمل لي بوش لأني اتشجع وآخذ القرار، بس صدقني ما له علاقة بكل القصة. لينا يمكن الطلاق صار وقته. بس ما تستعجلي بالارتباط، خدي وقتك. أنا عم بحكي معك هلا كصديق. بيهمني مصلحتك عن جد. بديك تكون مرتاحة، صدقيني. هو هيك. طيب يلا ديمي على النسكافيه، أنا بدي أمشي. يلا باي. دير بالك على حالك. وانت كمان. شو بدك من لينا؟ ما بدي شيء. انا وانت بنعرف بعض مثل ما بنعرف حالنا. قل لي شو بدك منا. سامي نحن هلا عم نتعرف على بعض، يمكن الخبرية تصير جد، يمكن لا. عندك مشكلة؟ لينا ضعيفة، مش رح تتحمل تأذيها وتلعب بمشاعرها. وانت ليه عم تفترض انه بدي العب مشاعرها؟ ما فهمت. لأنه هيدي عادتك. ليش تركت نسوان الدنيا كلها ونقيت لينا بالذات؟ ليه؟ ما في سبب. سامي هالأشياء ما إلها تفسير، يعني كيمستري. هلا إذا أنت كنت ناوي على شيء وانا فت بالوقت الغلط وخربت لك القصه، بليز كون صريح معي. قل لي دي بيناتنا انا ولينا صعب تفهمه. انا وهي جمعتنا المصيبه، وقفنا مع بعض بوقت يلي الدنيا كلها برمتنا ظهرها.
هلا انا بفهمها للينا، هي بحاجه لحدا يطلعها من اللي هي فيه، بس اكيد مش انت. اف يا عمي، انا شو عامل لك تغاصص فيي هالقد وما عم بلع معك؟ اذا كرمال القصه القديمه انت طلعت كسبان سامي، انا مشيت وانت اخذت مطرحي، وهيدا اللي بدك اياه كان كل عمرك. هلا اذا خانتك هيدي مش مشكلتي. شفت انك ما بتتغير؟ ما حدا بيتغير سامي، كلنا بنبقى مثل ما نحن، وانت رح تضلك تغلط نفس الغلطه لحياتك وتلحق اللي مش قلت. وانت رح تضلك، انت رح تضلك ندل ندل تركض ورا ريحه المصاري. لينا بالنسبه لك صيدي سهله، مره محطمه وموجوعه، جوزها خينا بالكوما. سامي شو هالحكي اللي عم تحكي؟ شو عم بترشق انت؟ انا زلمه معه كثير مصاري، ليه بدي اعمل هيك؟ ما فهمت. اسمعني منيح طلال، اسمعني منيح، انا رح ضلني قريب ورح يضلوا عيوني عشرة عشرة عليك، وإذا بتجرب تمد إيدك على شعرة واحدة من شعرات لينا لا مو بقدر سامي. بدي شوفك اليوم ضروري، بدي شوفك اليوم ضروري ضروري. طيب خبروك معلمينك من عامر الباشا قبل ما تغلط وتعلق معه؟ خبروك؟ أنا عامر الباشا. صمتك صاروا على المسدس.